براء المدرب عيب مكسب كبير جدا جدا. عودة محمد ياسر للخور أقصى اليسار من تاني على سند النعيم لاعب السد السابق والتصويبة تاني من جديد والثالث تاريخية 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 مانيرو نيميرو اللاعب البرازيلي نيميرو اللاعب البرازيلي يتألق وتفوق ويحرز ثالث أهدافه هذا الموسم ويحرز ثالث أهداف نادي الخور. الدور 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 الخور النهاردة عليه الدور نعم موعودة يلي عليك الدور. الخور يتقدم وعلي سند النعيمي يصوب وسعد شيب يتصدى ولكن نيميرو اللاعب البرازيلي الذي يسجل هدفين في مرمى السد ولا أروع ولا أمتع ولا أفضل ولا أحسن ليرد بقوة على شباك نادي السد. تقدم الخور بهدف تعادل تقدم الخور بهدف تعادل نادي السد ولكن كان الخور رأي آخر بأهداف اللحظات الأخيرة. نعم لقطات دراماتيكية عشناها في لقاء الغرافة والهلال وتعاد الكرة ولكن على المستوى المحلي لينتصر الخور على نادي السد أكثر المتشابه.